مرحبا بكم. تحليل بعلم الحروف لمن يبدأ اسمه بحرف الألف. حرف الألف، إذا كان حرفك الأول هو حرف الألف فهو حرف نوراني حاكم على بقية حروف اسمك، والطبع الحاكم على اسمك هو النار، خادمه الملك إسرافيل، ويوم حظك هو يوم الأحد والجمعة، وكوكبك هو الشمس. طاقة البركة تكون في نشاطك وحيويتك إذا تحركت، فتوكل على الله وتوجه إلى أي جهة أو أي مهمة فإنه سيفتح لك آفاق الزمان والمكان بالحركة وليس بالسكون والتوقف. إذا صادفك موقف يتحتم عليك اتخاذ قرار ما بسرعة أو الإحجام عن اتخاذ القرار، فأنصحك أن تتخذ القرار وإن كان ذلك القرار غير صائب، فإن الإحجام ليس في صالحك، واعلم أن الكسل هو عدوك الأول. اكتسب طاقتك مع شروق الشمس، وعليك باتخاذ قرار جريء في خطوتك الأولى، لأن أي اتجاه تتجه إليه فإنه مبارك بإذن الله وتعتمد على الخطوة الأولى. ما دمت تحمل هذا الحرف في أول حرف من اسمك فإنك سيد الحروف والمواقف ومصدر الوجود، وكل الحروف خدم لحرفك. ركز على الخطوة الأولى في كل مجالات حياتك وقراراتك فأنت مسدد بالعقل الفعال. أفضل الأصدقاء لك هم من يحملون هذه الحروف في أول حرف من أسمائهم، حرف الباء، الجيم، الدال، الهاء، الياء، اللام، الميم، النون، الخاء، الحاء. يجب أن تكون إنسان روحاني تؤمن ببواطن الأمور، وإن لم تكن كذلك فالحظوظ تبتعد عنك. ركز في قراراتك على اليوم الأول من الشهر القمري. قوتك وموهبتك ورزقك في الشاكرة التاجية والضفيرة الشمسية، الشاكرة الثالثة والشاكرة السابعة. اعتمد وثق بالإلهام الرباني. فإذا كنت من برج الأسد أو الحمل أو القوس فحظك مضاعف، واقرأ سورة الشمس يوميا 15 مرة لتسهيل استنزال طاقة التوفيق. اجعل حكمتك في الحياة هي الحركة، تحرك في أي اتجاه كان وستحصل على البركة والتوفيق بإذن الله. ركز على الخطوة الأولى في حياتك لأن نتيجة الأمور تتوقف على أول خطوة. فأنت تتسم بالفطرة الطيبة ومحب للخير، لست أنانيا رغم أنك تفضل مصالحك الخاصة ضمن أولوياتك، ولكن بعقل واعي. أنت صاحب حنكة لتصريف الأمور والخروج من المأزق والتعامل مع الحياة، ولكن بطريقة ما قد يصفك البعض أنك غريب الأطوار، وذلك نتيجة تأثير طبعك الناري الحار الذي يغلب على تصرفاتك. أنت إنسان نشط، غيور، ذكي، رغم بعض التناقضات التي تظهر على السطح في نهاية الأمر. شخصيتك جذابة وتتمتع بالمحبة الصادقة، ولكن نشاطك الزائد يجعلك كائن انفعالي وعصبي، فحاول التخفيف من هذه العصبية لكي لا تحرق من أمامك كالنار. أحيانا تكون مستفزا بشكل غريب دون أن تعلم، وتفطن على أخطائك بعد برهة، فتحاول العودة والاعتذار، لذا عليك أن تكبح جماح غضبك لتدخر لنفسك وشخصيتك عناء الاعتذار. نوبات الغضب هذه تصيبك بنوع من الانفصام في الشخصية، فحاول جاهدا أن تظهر طيبة قلبك بدلا عن غضبك لتحتفظ بأصدقائك ومحبيك. حاول أن تتعلم تقنيات الصبر. شكرا لحسن استماعكم، ولا تنسوا كتابة أول حرف من اسمكم في التعليقات.